أولا شكرا جزيلا على الاستضافة، ونهنئ الشعب الصيني بمناسبة العام رأس السنة الجديد، ونشكر الحكومة الصينية والزملاء في هيئة الطيران المدني الصيني وجميع العاملين فيها على كرم الضيافة وعلى حسن الاستقبال. وتأتي هذه الزيارة في وقت تاريخي للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتؤكد دور القطاع الطيران المدني في تعزيز الربط الجوي وزيادة الحركة الجوية بين البلدين. الزيارة يرافق الفريق الزائر مجموعة أو وفد رفيع المستوى من قيادات قطاع الطيران المدني في المملكة، سواء من قيادات هيئة الطيران المدني، شركات المطارات، الناقلات الجوية، وكذلك قيادات مقدمي الخدمات الأرضية والصيانة والشحن وغيرها من الشركات المهتمة. هناك العديد من المستهدفات التي نعمل على تحقيقها خلال هذه الزيارة. الصين متقدمة جدا في قطاع الطيران بشكل عام، وخصوصا في التقنيات الحديثة، الطيران الجوي المتقدم. الآن الصين دخلت بقوة في تصنيع الطائرات، شركة كوماك سنلتقي معها وسنزور مصنعهم خلال اليومين القادمين. نحن حقيقة يعني سعداء، ونعتقد أنه نقلة نوعية واستراتيجية في قطاع الطيران العالمي، في دخول لاعب مهم ورئيسي مثل شركة كوماك. بدأت الآن يعني تقدم مجموعة مختلفة من الطائرات اللي في قطاع التجاري والخاص.